مراحل الحياة، عشنا في الكون كأحزان في خاطر الأكوان، في عالم سام لا نعرف الأحزان، يعطي الليل بالهم وبالمنى ويجمعنا النهار بالتمني والخيال. لقد نبضت في الراحتين الأصابع كما نبضت في القلب محبة منكم، فتغشاك شباب وتغشاك مشيب، وأتى ما ليس يمدي ومدى ما لا يقول، فتأهب لسقام ليس يشفيه طبيب ولا ملامة لا توهمه بعيدا إنما الآتي قريب. وشكرا. دلوقتي معانا فقرة محمد جيلاني من الحرافة. انا محمد جيلاني من فرافرة. انا طبعا مش اول مره اشترك في مشروع المريخ، انا كنت في مشروع المريخ في الواحات البحريه، وكنت في مشروع المريخ كنت في مكان في مصر برضو اشتركت فيه. وصراحه فكره مشروع المريخ فكره جميله جدا، وجدت دعوه من مشروع المريخ اني احضر مشروع المريخ هنا في اسوان، وانا مبسوط اني موجود هنا في اسوان. انا للاسف كنت عايز اغني بس الحنجره تعبانه، فاضطر اني اقول شعر وخلاص فاستحملوني. من نظرة كلمتني، من نظرة واعدتني، من نظرة قابلتني، فكرتي كانت عن الحب صعبة وهي غلطتني، من غير ما ندري لقيت نفسي نحبها وهي قالت حبتني، قلنا جميع كلام الحب وجميع الفعايل علمتني، كنت ما